السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو بروف. حلقة اليوم لن تكون عبارة عن موقع أو طريقة ربحية، بل سأقوم بتقديم لكم مسابقة. فجوائز هذه المسابقة ستكون عبارة عن 10 سبينر، أي 10 أشخاص سيكونون فائزين في القناة. بالطبع كل ما عليك الشروط التي يجب أن تمتلكها في للربح هو أن تقوم بالاشتراك بالقناة في حال لم تكن مشترك بالقناة. ثاني شيء أن تقوم بمشاركة هذا الفيديو في صفحتك الشخصية على الفيسبوك، يعني في حسابك بالطبع الشخصي على الفيسبوك. ثالث شيء وهو أن تضع تعليق تعبر فيه عن محتوى القناة في حال كانت لديك إضافة تريد أن تقوم بتقديمها لنا. أعجبك محتوى قناتك ضعه في التعليق أسفل الفيديو. في حال لم يعجبك المحتوى على شرط أن يكون تعليق واحد، يعني في حال قمت بالتعليق يعني أكثر من مرة كل التعليقات ستذهب إلى سبام، لهذا لن ترى تعليقك يظهر على الفيديو. فالطريقة التي سنستخدمها لمعرفة الفائزين أو 10 فائزين بالقناة هي أننا سنقوم بالدخول إلى موقع. هذا الموقع دوره أنه يقوم بأخذ لك تعليق عشوائي من فيديو. سنقوم بأخذ هذا الفيديو، سنقوم بوضعه في ذلك الموقع، وسنعرف كم شخص فاز معنا في هذه المسابقة على أن يكون يتوفر على جميع الشروط، على أن يكون يتوفر على الشروط التي سبق وذكرناها، وهي أن تقوم بالاشتراك بالقناة، اشتراك قناتنا على اليوتيوب بالطبع. ثاني شيء أن تقوم بمشاركة هذا الفيديو، وثالث شيء مشاركتي على صفحتك على الفيسبوك بالطبع، وثالث شيء وهو أن تقوم بكتابة تعليقك. كان دوش في الحلقة، وأتمنى أن تكون هذه المسابقة قد نالت إعجابك. وإن شاء الله بالنسبة لمدة المسابقة فستكون عبارة عن 7 أيام، إن شاء الله سأقوم بتقديم لكم النتائج بعد 7 أيام من نشر هذا الفيديو. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.